مرحبا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بكم مجددا الى استوديو ايميديا. هذه المساحه اللي تعودتوا عليها اسبوعيا، مصافحه للمتعاطين مع الشان العام ومع السياسيين. اذا المساحه هذه يمكن تتابعوها اذا كان تبعثوا اس ام اس لرقم 8152، ولا تعملوا تيليشارجمون تاع الابليكاسيون ميديا اس ام اس من البلاي ستور، والا تتابعونا على الفيسبوك ولا على اليوتيوب. اذا ضيفنا اليوم هو قيادي عضو المكتب التنفيذي لحركة الشعب، الدكتور الفيلسوف رضا لاغا. اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا، شكرا لك على قبولك الدعوة. اذا اكيد جدا كذا تم احداث كبرى ما نجموش نمر بجانبها، ما نجموش نحكوا على اي حكاية دون ان نمر من حرب غزة وما وقع في غزة وموقع في فلسطين. في الحقيقة هذه المرة مش في غزة فقط، لأنه تقريبا كل الأراضي المحتلة تحركت وهو معطى جديد. أصلا ما وقع في غزة هو رد فعل على ما وقع في القدس المحتلة وحي الشيخ جراح، وهذه تقريبا أول مرة تخوض غزة حربا من أجل القدس، وهذا كذلك قد يغير المعطيات. إذا تقييمك الشخصي وتقييمكم في حركة الشعب لهذه الحرب وخاصة ما بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحركة الصهيونية هي نفسها على امتداد مراحل التاريخ تظل حركة عنصرية تستهدف العرض وتستهدف المصير العربي وتستهدف المقدسات الإسلامية، ولأجل ذلك الموقف الصحيح هو من يعادي هذا الكيان الغاصب الذي يريد أن يتحكم في مستقبل الذات العربية المسلمة. هذا أولا. المعطى الأساسي فيما حدث هو المراهنة على شريحة مجتمعية وهي الشباب، الذي أثبت بأنه لا زال ينبض بنفس الحيوية وبنفس الإصرار، وقدم لنا رسالة واضحة ناصعة: فلسطين لا زالت كما هي فلسطين، وهي أمانة في عنقنا، والشهيد الذي قدم دمه لأجل هذه الأرض يظل دائما هو الذي يمثل البوصلة للذات العربية التي تريد أن ترد الاعتبار. سمحني، هو في النقطة هذه بالذات يبدو أنه ما تعرف الكيان الصهيوني مبني على مجموعة من الأساطير. نعم. واحدة من الأساطير معناها المثال اللي قالته جولدا ماير: الكبار سيموتون. نعم. والصغار سينسون. نعم. إذن الكبار ربما ماتوا، ربما فيهم من ماتوا، فيهم من هو على قيد الحياة، ولكن الصغار كما ترى لم ينسوا بتاتا، بل لعل أدائهم يتفاقم من جيل إلى آخر. نعم، الذاكرة النضالية لازالت هي نفسها. وهناك معطى أساسي ربما يتغافل عنه الكثير: ما حدث في القدس مؤخرا يثبت لنا بأن الذات العربية لازالت مستيقظة، والذات العربية ليست صنيعة المؤامرات التي تحاك. أنا ربما رجعت لكي أعيد قراءة المشهد السياسي العربي، فأقول هناك فرضية تذهب في اتجاه أن ما حدث في المنطقة العربية هو نوع من التآمر على الذات العربية. هذا المعطى الذي حدث في القدس وفي فلسطين يثبت بأن القلب والوعي العربي لا زال وعي، قادر على أن يصنع نفسه، وقادر على أن يبني معجزاته، وقادر على أن يقول: أنا أعرف ماذا أريد، المستقبل لي، وبالتالي لا مجال لأن تتحكم في هذه القوى الاستعمارية، سواء كان الكيان الصهيوني أو من يدعمه من قوى صهيو أمريكية. لذلك ينبغي لكل متابع في الحياة السياسية اليوم عندما ينظر إلى منطقة الربيع العربي وما حدث فيها، لا يجب عليه أن يذهب إلى تسفيه ما حدث. هناك منجز ديمقراطي حدث، هناك أخطاء حدثت، ولكن ينبغي علينا أن نبني على هذا المشهد السياسي رؤية تستطيع من خلالها الذات العربية أن تتصالح مع الأنظمة التي ينبغي أن تكون تعكس إرادة هذه الجماهير، وهذا لم يحدث للأسف الشديد إلى حد هذه اللحظة. هناك أنظمة تذهب في اتجاه التطبيع، هناك أنظمة تريد أن تبيع الحق المقدس في فلسطين مقابل أن تشتري وجودها واستمراريتها، ولكن المواطن العربي والشباب العربي يقول لنا: فلسطين هي لنا، والأنظمة العربية إما أن تتبع إرادة الشعب أو أن تتنحى على جانب.
وأنت الدكتور في الفلسفة، وهنا أريد أن أتفاعل معك شيئا ما في هذه النقطة. ثم من يذهب إلى أنه ثم جدلية بين التحرير والتحرر، نعم والتحرير لا يمكن أن يكون ناجزا دون تحرر، دون نعم قيمة الحرية، وثمة من يرى العكس. كيف ترون؟ أنت ذهبت بي إلى مقولة أذكرها وأحبذها كثيرا لكارل يسبرز، عندما يقول لنا الحرية لا تلوح إلا في وعي الضرورة. وعي الضرورة هو امتلاك الشخص الذي يريد أن يتحرر رؤية موضوعية للأحداث، بحيث تكسبه القدرة على أن يصنع هذا المستقبل. لأن المستقبل هو ماذا؟ المستقبل هو مجرد هدف، والإنسان بينه وبين هذا الهدف تفصله مدة من الزمن أو فسحة زمنية. هو لا يستطيع أن ينجز هذه الأهداف التي رصدها والتي تتنزل في سياق المستقبل إلا من خلال الوعي أولا بالتحرر، أي أن يصنع مصيره كذات متحررة، وأن يصنع مصيره كذات متحررة يستدعي ذلك أن يمتلك الوسائل الموضوعية التي تكسبه القدرة على أن يكون واقعيا، بحيث يغير موازين الواقع من واقع ربما متخلف، من واقع ربما متردي، إلى واقع فيه نماء، فيه أكثر تعزيز لمطلب الحرية، فيه أكثر قدرة على أن يتعايش مع هذه الأهداف فيكون منسجم مع رؤيته في علاقة بهذه الصيرورة الزمنية. لذلك الوعي بالحرية والتحرر هما مفهومان متلازمان. التلازمية هنا تفهم بالقدرة على صنع المصير. لا نستطيع أن نصنع مصيرنا صدفويا، وإنما نصنعه بقرار، والقرار هو الوعي بالتحرر. وهذا القرار لا يمكن أن يتحقق في حيز الواقع إلا بالفعل المنجز، وهنا نحن نتحدث عن الممارسة التي تذهب بنا من مجال التمني إلى مجال الكسب الحقيقي والفعلي لهذا الهدف، فيتحول إلى حقيقة راسخة في الواقع الاجتماعي الذي ننتمي إليه. طيب سويدري، إن كنت قد تابعت الفيديو الذي أنجزه الشاعر الفلسطيني الفذ تميم البرغوثي هذه الأيام، أيام حرب غزة، واللافت الفكرة التي معناها هيمنت على هذا الفيديو، يقول تميم البرغوثي: أنا أقول أن فلسطين التاريخية يمكن أن تتحرر في هذا الجيل وليس في أجيال أخرى. قال أن هذه معناها ربما هذا هدف صعب، ولكنه ممكن وممكن جدا في هذا الجيل. هل تعتقد اليوم، خاصة بعد مراكمة التجارب في غزة وفي جنوب لبنان وفي مجموعة من الأقطار الأخرى لهذا الفعل المقاوم، يمكن لهذا الجيل أن يرى إسرائيل، عفوا، فلسطين وقد تحررت بالكلية؟ هناك حدثين في تاريخ النضال العربي ينبغي علينا أن نأخذهما بعين الاعتبار. الأول هو نصر حزيران في 2006، حرب الكيان الصهيوني مع حزب الله، والثاني نصر المقاومة الفلسطينية سواء كانت حماس أو الفصائل الفلسطينية الأخرى. أنا لا أميز هنا، المقاومة هي المقاومة بقطع النظر عن المرجعية العقدية أو الدينية. المقاومة طالما حركة أنها التحرر وطن. نعم، طالما أنها تريد أن تصنع لنفسها هذا المصير الذي يعود بالنفع إلى الذات العربية الإسلامية فهي مقاومة. الدرس الأول الذي ينبغي أن ننتبه إليه هو أن النصر هو حقيقة موضوعية تم إنجازها على وجه الواقع وعلى ظهر هذه الأرض من قبل شباب ربما أعزل، من قبل مقاومة لا تمتلك الكثير من وسائل القتال، ولكنها تمتلك العزم، تمتلك الإرادة، تمتلك العقيدة الصحيحة. وبهذا النصر تحققت حقيقة ثانية، وهو أن الكيان الصهيوني الذي يتحدث عن القبة الحديدية ويتحدث على أن هناك نوع من التوازن، وهنا نأتي الأسطورة الثانية التي نعم هي أسطورة الجيش الذي لا يقهر. نعم، إذن ماذا ثبت لنا الآن؟ ثبت لنا أن كل ما نسجه الكيان الصهيوني وكل من يعادي هذه الأمة العربية الإسلامية بأن النصر هو دائما حليفهم هي حقيقة مجرد وهم. الحقيقة الصحيحة هو أن الشعب العربي الفلسطيني أنجز معجزة قتالية فأجبر هذا الكيان الصهيوني إلى أن يقبل بالهدنة، وأنا أعتبر أن ما حدث هو نصر. هناك شهداء صحيح، الشهداء هذا هو طريق النضال، يعبدون الطريق لما بعدهم،
ولكن النصر تحقق والذات العربية استيقظت، ولعلني أذهب في اتجاه ما استقرأه الشاعر تميم البرغوثي بأن النصر يمكن أن يتحقق مع هذا الجيل، لأن هذا الجيل استثنائيا في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، الجيل الذي وجد وولد في هذه الحقبة أو في هذه العشرية هو جيل استثنائي متمرد إلى أبعد حد، ليس له حدود في الإنجاز. المعطى الجديد كذلك في هذه الحرب هو الاستهداف، استهداف كل ذرة تراب في فلسطين، بما يعني هذا، وهذا قد يكون معطى جديد ومعطى وازن في استراتيجيا. الصهيوني الآن ليس له ركن واحد آمن في أرض فلسطين الحبيبة، وبالتالي قد يغير هذا من المعادلة. يعني هؤلاء الذين جاءوا من أقاصي البلاد من 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 بلغاريا ومن هنغاريا قد يعودون لأنهم يأسوا من معطى الأمن صحيح. بعد تكرر هذه الحروب صحيح. إلى حد هذه اللحظة رغم العتاد العسكري الذي حشدت به الحركة الصهيونية نفسها، ورغم الدعم اللوجستي عالمي من قبل أمريكا ومن قبل بريطانيا ومن قبل فرنسا، ومع ذلك أخفق الكيان الصهيوني في أن يدجن الإرادة العربية أن يدجن الذات الفلسطينية. ما هي النتيجة؟ النتيجة هو ربما نعود إلى اتفاق 67، التعايش وفق قرارات منظمة الأمم المتحدة، وبالتالي القدس هي عاصمة فلسطين، ولعل هذا يصبح هو السقف الذي تتفاوض عليه الحركة الصهيونية. سقف الشباب ملاذا لها. نعم، سقف الشباب الفلسطيني الآن هو فلسطين، كل فلسطين. طيب تعتقد أنه الآن أكيد تتابع ثم برشا أحاديث على سيناريوهات ممكنة، طبعا السيناريو التحرير الكامل هذا ممكن جدا، لكن ثم برشا معناها يتحدث على سيناريو الدولة الديمقراطية، وهذا ثم تجارب مقارنة طبعا خاصة تجربة جنوب أفريقيا. هل يمكن لهذا السيناريو أن يكون ناجزا في فلسطين؟ دولة ديمقراطية تشمل الجميع وصناديق الاقتراع تصعد من تشاء. هو هذا المقترح سبق وأن تقدم به المرحوم إدوارد سعيد، وإدوارد سعيد وإدوارد سعيد نعم قال يمكن إسرائيل نعم يمكن إسرائيل نعم يمكن داخل الدولة الديمقراطية طالما أن هناك فكرة التنوع أن يتعايش هذا وذاك، ولكن نحن نقول الكيان الصهيوني هو كيان وافد وكيان دخيل على التاريخ والحضارة العربية الإسلامية، لا مجال لأن يشاركنا في هذه الأرض، مكانه الطبيعي أن يعود من حيث أتى. طيب نقطة أخيرة في هذا الموضوع قبل أن نمر إلى ملفات أخرى، تلاحظ هذه المرة أنه ثم وحدة صماء داخل الأراضي على غير العادات الأخرى، على غير الحروب الأخرى. هذه المرة لاحظنا وحدة بين كل فصائل على اختلافها، وهنالك معناها لجنة مشتركة تقود الحرب، وكذلك حتى على صعيد التصريحات والمواقف السياسية تقريبا متناغمة. هذا ربما لم يرافقه معناها في تونس نفس المواقف، تجد هذا التجاذب وهذا الكلام وهذا الاتهامات المباشرة والغير مباشرة على ملف في الأصل في شيء يوحد التونسيين ويوحد كل العرب. نعم، كلما أطلق الزينات كلما انحصر مجال الخلاف بين الفصائل المقاومة الفلسطينية، هذه حقيقة. بمعنى عندما يشتبك تشتبك فصائل المقاومة مع الكيان الصهيوني على تنوعها تجد نفسها تتحرك ضمن نفس الأجندة وتتحرك بنفس المنطق، وكلما تراجع الخلفية القتالية وفسح المجال للمقاربة السياسية كلما حدث خلاف. الخلاف في الحضارة العربية الإسلامية في عندما ننظر إلى تاريخية المقاومة الفلسطينية على تنوع مشاربها هو في كيفية التعاطي السياسي مع القضية الفلسطينية. مثلا عندما نعود مثلا إلى منظمة فتح، منظمة فتح مقاربتها التاريخية واضحة، تريد أن تتعايش مع الكيان الصهيوني وفق اتفاقات 67، وبالتالي هي ترفع بمنطق ربما المناورة السياسية قرار الشرعية الدولية. الفصائل الفلسطينية تذهب إلى الأقصى، الفصائل الفلسطينية لا تعترف بوجود صهيوني داخل الأرض الفلسطينية وهي أرض عربية. إذن التمايز هنا، وهذا التمايز عندما
نقحمه ضمن مقاربة سياسية يحدث الصدام وتحدث التباينات على نحو ما نجد ذلك في الساحة السياسية في تونس. وإن كان ما يحدث في تونس من تجاذب سياسي أنا أرجعه إلى أسباب أخرى تتعلق بالطفولة السياسية. سنأتي لذلك بالتفصيل في الجزء الثاني إذن بعد إذنك فاصل ثم نواصل.